الفترة اللي فاتت عن أول درس في الجغرافيا، كان بعنوان قارات العالم الموقع والمساحة. النهاردة إن شاء الله هنكمل تاني دروس الوحدة الأولى في الجغرافيا، ومعانا درس من الدروس المهمة وهو بعنوان تضاريس العالم. طبعا ده تاني درس عندنا في الوحدة، وهو واحد من أهم الدروس، وطبعا ده بيتطلب مننا تركيز، والناس تركز كده وتخلي بالها من النقط الصغيرة اللي بتوجي على الخريطة. في نهاية الدرس دوت مطلوب مننا ان نكون حققنا او نقدر نقرأ خريطة التضاريس العالم، تمام، ونحدد اهم المواقع واهم الاماكن التضاريس على الخريطة، وازاي نقدر ان احنا نقرأ كل تفصيلة في خريطة التضاريس. ايضا يصف التضاريس التي تميز كل قارة. نقدر برضو خلال الدرس نصف التضاريس اللي موجودة في كل قارة ونميزها، وليه بتختلف التضاريس ديت من قارة لأخرى. أيضا نستطيع نقارن مظاهر السطح من قارة لأخرى. نستطيع برضو إن احنا من خلال التضاريس نقدر عظمة الله سبحانه وتعالى في تنوع مظاهر سطح القارات واختلافها من تضاريس من منطقة لأخرى. وأخيرا نميز من أهم ما يميز التضاريس إن احنا نقدر نفرق بين أنواع السهول في العالم. خلال الدرس النهاردة هنتكلم عن تضاريس العالم القديم. هنتكلم أولا عن تضاريس قارة آسيا، ثانيا تضاريس قارة أفريقيا، ثالثا تضاريس قارة أوروبا. طبعا عمالين نقول التضاريس، طب هي مفهوم التضاريس ايه؟ ما المقصود بالتضاريس؟ يعني ايه تضاريس؟ طبعا كنا في السنوات السابقة سبق وعرفنا يعني ايه تضاريس. التضاريس مقصود بيها اشكال سطح الارض المختلفة، وبالتالي احنا نجد ان سطح الارض بيضم معانا مرتفعات ومنخفضات. هنلاقي ان تضاريس العالم خلال دراستنا في قارات العالم وخريطة العالم، هنلاقي ان اقسام التضاريس مقسمة لثلاث اقسام رئيسية زي ما هو واضح امامك في الشاشة. وهذه الاقسام التضاريسية سواء جبال او هضاب او سهول بانواعها تختلف هذه الاقسام التضاريسية وامتدادها ومساحتها وارتفاعها من قارة لاخرى. بمعنى ان احنا هنجد ان مش كل القارات شبه بعضها في التضاريس. عندنا الاقسام الرئيسيه للتضاريس الجبال. طب يعني ايه جبال؟ لما نيجي نعرف الجبال قلنا اراضي مرتفعه السطح ويصل ارتفاعها لاكثر من 1000 متر ولها قمه زي ما واضح في الصوره التي امام. طيب ايه يفرق التضاريس عن الهضاب؟ الهضاب تعريفها هي عبارة عن أراضي مرتفعة ولكن يتميز سطحها بالاستواء وغيرها بعضها غير مستوي، يعني مستوية أو غير مستوية السطح زي ما واضح كده، فيها أجزاء مستوية وأجزاء مرتفعة. نيجي للسهول، نجد إن السهول لها ثلاثة أنواع وهي عبارة عن أراضي منخفضة من سطح اليابس. وهذه السهول بتنقسم الى سهول زي ما واضح في الصورة، سهول ساحلية وسهول فيضية وسهول ثالثة او نوع ثالث مش ظاهر امامنا وهو السهول الصحراوية. ايه الفرق ما بين السهول الفيضية والساحلية والصحراوية؟ ببساطة السهول الفيضية هي السهول التي تكونت على جانبي الانهار، وبالتالي انا لما اجي ابص على خريطة التضاريس في اي قارة من قارات العالم، لما اطلب منك تضاريس او سهول فيضية يبقى بتدور على اهم مناطق الانهار في العالم. اما السهول الساحلية هي السهول الممتدة على جوانب البحار والمحيطات، وهذه السهول طبعا
مطلوب مننا برضو نكون من خلال دراستنا للدرس الأولاني لو إحنا حافظين موقع الفلكي أو الموقع تحديدا الجغرافي للقارات، هنقدر نحدد السهول الساحلية. أيضا السهول الرابعة الثالثة وهي السهول الصحراوية، ومن كلمة صحراوية نجد أنها توجد في المناطق الصحراوية، وبالتالي هذه التضاريس اللي احنا هندرسها النهاردة هم جبال، هضاب، سهول. تختلف هذه التضاريس من قارة لأخرى، ونجد أولا قارة آسيا. نجد قارة آسيا زي ما خدنا في الموقع الفلكي والجغرافي لقارات العالم، هي أكبر القارات من حيث المساحة والأكبر امتدادا في دوائر العرض، وبالتالي نجد أن تضاريس قارة آسيا هي تضاريس متنوعة ما بين جبال وهضاب وسهول. أولا الجبال في قارة آسيا، نجد الجبال في قارة آسيا تظهر في شكل سلاسل جبلية ضخمة تمتد من الغرب إلى الشرق، وهنركز على بعض مناطق الجبال. أولا جبال الغرب، جبال الغرب نجد إن في الغرب بيقع جبال طروس، ودي بتوجد في دولة تركيا. أيضا في الغرب بتمتد جبال تعرف باسم جبال زاجروس، وبتمتد في دولتين وهم العراق وإيران، وبالتالي نجد أن هذه الجبال تقع في غرب القارة. لو جينا نحددهم على الخريطة زي ما احنا شايفين هنلاقي جبال تروس تقع في شمال البحر المتوسط، وادي جبال زاجروس. لو اتجهنا من الغرب الى جهة الشرق نجد في الوسط قمة جبلية كبيرة وهي جبال الهيمالايا. هذه الجبال تقع في وسط القارة وبتضم أعلى قمة جبال في العالم وهي قمة جبال إيفرست. هذه الجبال يبلغ ارتفاع اللي هي جبال إيفرست حوالي تقريبا 8848 متر، وهي أكثر ارتفاع موجود في العالم للجبال، وهي دي أعلى قمة جبلية في العالم. في الغرب في الشرق آسف تجد جبال اليابان، وهذه الجبال تقع في دولة اليابان أو تنتمي لجبال اليابان، وهي بتقع في شرق قارة آسيا. طيب واحد يسأل، طب هو ربنا سبحانه وتعالى أوجد الجبال في القارات بهذا الشكل، أو ليه الجبال دي وجدت أو التضاريس دي وجدت؟ ربنا سبحانه وتعالى جعل التضاريس تختلف من مكان لمكان ومن قارة لقارة وتتوزع داخل القارة في أماكن مختلفة، وذلك من أجل حفظ التوازن الكرة الأرضية. طبعا احنا خدنا ودرسنا إن الكرة الأرضية في حالة إيه؟ حركة مستمرة، وبالتالي من هنا ربنا سبحانه وتعالى بيجعل عملية التوازن تيجي من خلال تضاريس سواء جبال أو هضاب أو غيرها. طب ده بالنسبة للجبال. طبعا لو لاحظنا انها كلها عبارة عن اسماء واماكن، يبقى في الغرب تروس وزاجروس، تروس تقع في تركيا اما زاجروس تمتد في العراق وايران، وهي دول مهمة واماكن مهمة. في الوسط الهيمالايا، في الشرق جبال اليابان. اما عن الهضاب في قارة اسيا، عادة ما تظهر الهضاب ملاصقة للجبال، تتمثل الهضاب في وسط آسيا التي تتشابك مع بعضها وتحدها سلاسل جبلية ضخمة. لو احنا بصينا على وسط آسيا هنلاقي ان وسط آسيا تقريبا مليء بالجبال الهيمالايا وكلين وتيان شان والتاي وغيرها، ما بينهم كده هنلاقي هضبة مهمة جدا وتعرف بسقف العالم وهي هضبة التبت. هذه الهضبة تقع
فوق جبال الهيمالايا، وتحديدا في وسط القارة. طب ليه بيسموها سقف العالم؟ قال لك بالنظر لهضبة التبت وما حولها من جبال، وجد أن هذه الجبل أو هذه الهضبة ترتفع عن قمم الجبال، وبالتالي سميت بسقف العالم. وهذه الهضبة طبعا واحدة من أهم الهضاب السياحية في العالم أيضا، وبالتالي هنا سموها سقف العالم. في الجنوب تقع هضبة الدكن، وتحديدا وسط الهند. لو جيت سألت سؤال وقلت لك تقع بين هضبتي الدكن والتبت سلاسل جبال، طبعا هنا السلاسل اللي ما بين هضبة التبت وهضاب الدكن هي سلسلة جبال الهيمالايا. في الغرب تقع جبال هضبة شبه الجزيرة العربية، وبالتالي هنا الهضاب لو لاحظنا تختلف أماكنها عن أماكن الجبال. عندنا الجبال غرب ووسط وشرق، الهضاب وسط وجنوب وغرب. وبالتالي زي ما احنا قلنا في الأول أو قلت لكم في الأول إن ربنا سبحانه وتعالى بيريد بهذه التضاريس حفظ التوازن، وطبعا نظرا لاتساع قارة آسيا فنجد إنها مليئة بالتضاريس. لو انتقلنا لسهول القارة هنجد إن قارة آسيا بها نوعين من السهول. أولا السهول الساحلية، وببساطة كده للطلبة اللي معانا لما نطلب منك تحديد أماكن السهول الساحلية دايما تنظر على الخريطة على سواحل البحار والمحيطات. يبقى ببساطة أنا بدور على اسم بحر على اسم محيط. طبعا احنا خدنا في الدرس الأولاني الموقع الجغرافي لقارة آسيا، ووجدنا إن آسيا أصلا عبارة عن شبه جزيرة بيحيط بها الماء من ثلاثة جهات، شمال وشرق وجنوب، اللي هما إيه بقى الشمال والشرق والجنوب؟ هنلاقي شمالها المحيط القطب الشمالي، في شرقها المحيط الهادي، في جنوبها المحيط الهندي، ودي عبارة عن سهول ساحلية. إلى جانب داخل القارة توجد سهول ساحلية متفرقة حول بحر قزوين، وده احنا قلنا عليه إن هو أكبر بحر مغلق في العالم. فدي السهول الساحلية توجد فين؟ توجد على سواحل البحار والمحيطات التي تحيط بالقارة. طب السهول الفيضية؟ قال لك السهول الفيضية لما ننظر إلى الخريطة نجد إن هذه السهول تمتد حول مجرى الأنهار، وهي ذات قيمة اقتصادية كبيرة، لأن هذه السهول الفيضية تصلح للزراعة وبالتالي استقرار الإنسان، فبتكتسب قيمة اقتصادية كبيرة. طب حد يسأل، طب هي السهول الساحلية مش ذات قيمة؟ لا طبعا السهول الساحلية ذات قيمة أيضا، لأن فيها بتنشأ المواني، وبالتالي بتكون ممكن تصلح لعمليات التجارة وصيد الأسماك وحرف صناعة السفن، بتبقى على الشواطئ أو على سواحل القارات وغيرها والمحيطات أو البحار والمحيطات. طب السهول إيه الفيضية؟ أهم سهول فيضية في آسيا، نجد إن آسيا بتضم مجموعة من السهول، منها السهول الشمالية الواسعة، ودي بتقع في سيبيريا في أقصى الشمال زي ما لاحظ في خريطة قارة آسيا سهول سيبيريا. وهذه السهول بيجري فيها ثلاثة أنهار، هي أوب، يانسي، لينا. هذه الأنهار الثلاثة جميعها تصب في المحيط القطبي الشمالي. نجد أيضا هذه السهول تقترب من الدائرة القطبية الشمالية، فهي بتقع على الأطراف الشمالية لقارة آسيا، وإحنا عارفين إن الأطراف الشمالية لقارة آسيا بتكون واقعة في المنطقة الباردة، لأن آسيا بتمتد حتى دائرة 81 شمالا، فبالتالي سهول سيبيريا بتفقد القيمة الاقتصادية لها، وذلك بفرض
الشتاء وذلك نتيجة لتعرضها للتجمد. يبقى لو سألنا وقلنا ما نتيجة وقوع سهول سيبيريا في شمال قارة آسيا، نجد أو ترتب على كده إيه؟ إنها بتفقد القيمة الاقتصادية في فصل الشتاء نتيجة تعرضها للتجمد، وبالتالي بتقل فيها مساحة الزراعة في فصل الشتاء، وبالتالي ما بيستفادش منها سكان قارة آسيا بشكل كبير. لو بصينا على شرق القارة هنلاقي عندنا في شرق القارة سهول منشوريا وأيضا سهول شرق الصين. سهول منشوريا وشرق الصين تقع في شرق القارة وتجري بها أنهار، كان من أهمها نهر اليانجتسي الذي يصب في المحيط الهادي. فأنا عندي شمالا سيبيريا فيها 3 أنهار، أوب يانسيلينا في الشرق، سهول منشوريا وشرق الصين، وبيجري فيها نهر اليانجتسي وبيصب في المحيط الهادي. أهم حاجة في السهول الفيضية هي معرفة أسماء الأنهار ومصبتها. طبعا واتفقنا ان السهول الفيضيه بصفه عامه هي سهول تكتسب القيمه الاقتصاديه، وده لانها تصلح للزراعه. طب ما فيش سهول فيضيه تاني في اسيا؟ قال لك لا، في سهول كتير في اسيا، منها نهر السن، وده طبعا بيصب في المحيط الهندي جنوب القاره، نهري دجله والفرات، والاثنين بيصبان في الخليج الاسترالي، اسف الخليج العربي في غرب القاره. فانا عندي اهم سهول سيبيريا في الشمال، في الشرق شرق الصين ومنشوريا، في سيبيريا 3 أنهار اوب يانسيلينا كلهم بيصبوا في المحيط القطبي الشمالي، في الشرق هو نهر واحد هو نهر اليانجتسي وده بيصب في المحيط الهادي الى جانب سهول اخرى حول مجرى نهري دجله والفرات اللي بيصب في الخليج العربي ونهر السند ويصب في المحيط الهندي جنوب القاره. ده بالنسبة لتضاريس قارة آسيا. طبعا هي كلها عبارة عن مجموعة من الأسماء ويجب التركيز عليها ويجب حفظها وأماكنها. طبعا الناس ما شاء الله عليها متفاعلة وبتذكر الأسماء، عندنا بسملة وأحمد، ويعني إن شاء الله بيجاوب على الأسئلة اللي احنا بنطرحها أثناء الشرح. برافو شباب، مزيد من التفوق والتقدم إن شاء الله. لو انتقلنا لقارة تانية وهي قارة أفريقيا، نجد إن أفريقيا طبعا زي ما حضراتكم شايفين أو زي ما أنتم شايفين في خريطة تضاريس أفريقيا، أفريقيا بنقول عليها يسودها المظهر الهضبي. أفريقيا تحسها كده عبارة عن هضبة كبيرة الإيه؟ المساحة. وبالتالي بنجد ان الجبال فيها بتاخد شكل مختلف عن تضاريس قاره اسيا. نجد ان الجبال في افريقيا بتمتد في شمالها الغربي ومتمثله في جبال اطلس، ودي طبعا احنا خدناها ودرسناها في سنه ثانيه اعدادي. وجبال اطلس ديت قلنا بتمتد في 3 دول، المغرب وتونس و الجزائر، وبتحصر بينها هضبة تسمى هضبة الشطوط، وبتنقسم لأطلس التل في الشمال وأطلس الصحراء في الجنوب. في المقابل الشمال الغربي الناحية التانية الشمال الشرقي توجد جبال البحر الأحمر، هذه سلسلة الجبال تمتد بطول البحر الأحمر، تمتد في 3 دول وهي مصر والسودان وأريتريا. وبالتالي هذه الجبال لها تأثير كبير على المناخ في جهة الشمال الشرقي، وده عما ناخده بالتفصيل في الدرس الثالث. في الشرق توجد جبلين جوار بعضهم البعض وهي جبال كينيا وكلمنجارو، هذه الجبال تقع في شرق القارة وأيضا لها تأثير كبير على امتداد المناخ في قارة أفريقيا، وذلك في المنطقة الخاصة بخط الاستواء، وده إن شاء الله برضو هنتعرف عليه
وعلى تأثير هذه الجبال في الدرس القادم. في الجنوب الغربي أو آسف في الجنوب الشرقي، في أقصى الجنوب تحت خالص في جهة الشرق جبال دراي كينز بيرج، وديت واحدة من الجبال الهامة اللي تقع جنوب شرق قارة أفريقيا. فأنا عندي أفريقيا الجبال تمتد من الشمال الغربي أطلس، في الشمال الشرقي البحر الأحمر في 3 دول مصر السودان وأريتريا، في الجنوب في الشرق جبلين كينيا كلامنجارو، في الجنوب دراي كينز بيرج، وهي تقع في جنوب شرق قارة أفريقيا. ده بالنسبة للجبال. لو بصينا على هضاب القارة، احنا اتفقنا من الأول إن أفريقيا بيسودها المظهر الهضبي. ده ليه؟ لأن أفريقيا بتمتد فيها الهضاب في مناطق واسعة وكبيرة من القارة، فمثلا في شمالها نجد الصحراء الكبرى، وديت معروفة في مصر بالصحراء الشرقية والغربية، وبتضم بعض مناطق المرتفعات في ليبيا مثل مرتفعات تبستي، وفي الجزائر هضبة الأحجار. ومن هنا طبعا عشان كده احنا قلنا ان افريقيا بيسودها المظهر الهضبي. لو انت لاحظت الخريطة، طبعا خريطة معظمها باللون الهضاب، فبالتالي عشان كده احنا اتفقنا ان هي بيسودها المظهر الهضبي وامتداد الهضاب بشكل واسع في قارة افريقيا. في الوسط واحدة من اهم الهضاب وهي هضبة البحيرات الاستوائية، وهذه الهضبة بتمثل اهمية كبيرة لمصر. ايضا في الشرق هضبة اثيوبيا او هضبة الحبشة، وتمثلان هضبتي الحبشة او اثيوبيا والبحيرات الاستوائية اهمية كبيرة بالنسبة لمصر، وذلك لان ينبع منهما نهر النيل بروافده، وبالتالي هضبة البحيرات الاستوائية بتمثل المنبع الدائم لمياه نهر النيل، وهضبة اثيوبيا المنبع الموسمي. وبالتالي لو بدأنا عملية ربط التضاريس بالواقع الحالي وقلنا ما العلاقة بين هضبة اثيوبيا ومثلا بناء السد العالي، بناء سد اثيوبيا سد النهضة في اثيوبيا، هنلاقي ان ده طبعا هيأثر على حصة مصر في المياه، وبالتالي من هنا بتمثل هضبة اثيوبيا والبحيرات الاستوائية اهمية كبيرة لمين؟ لمصر. وبالتالي من هنا لازم نحافظ على منبعي المياه، وسواء من البحيرات الاستوائية او هضبة اثيوبيا. وفي الجنوب نجد هضبة جنوب افريقيا، وديت بيجري بيها نهري الاورانج واللمبوبو، وبالتالي ايضا هذه الهضاب بيقطعها الايه الانهار. يبقى انا عندي شمال القارة، وسط القارة، شرق القارة، جنوب القارة، وزي ما انت شايف بيمتد في مساحات واسعة، الصحراء الكبرى في الشمال، البحيرات الاستوائية في الوسط، الحبشة او اثيوبيا في الشرق، جنوب القارة هضبة جنوب افريقيا. ننتقل الى السهول، نجد ان افريقيا بتتميز بوجود 3 انواع من السهول: سهول فيضية وساحلية وصحراوية. اولا السهول الساحلية، لو سألنا أين تقع السهول الساحلية؟ ببساطة سواحل البحار يا أستاذ والمحيطات. طيب تجد أن السهول الساحلية في أفريقيا تتميز أحيانا بالضيق وأحيانا بالاتساع. طب إيه اللي بيخلي السهل يضيق أو يتسع؟ اقتراب حافات الجبال من السهول الساحلية يؤدي إلى ضيق السهول. يبقى دي قاعدة ناخدها معانا واحنا ماشيين ونطبقها على اي سؤال نسأله: بما تفسر ضيق السهول في اي قارة من قارات العالم واي مكان؟ ليه السهول الساحلية بتكون ضيقة؟ بسبب اضطراب حافات الجبال. طبعا لو انا طبقت دوت على قارة افريقيا، بما تفسر ضيق السهول الساحلية على سواحل البحر الاحمر؟ بسبب اضطراب جبال سلسلة البحر الاحمر. وبالتالي ايضا مش الجبال بس هي اللي بتأثر على ضيق السهول، أيضا الهضاب. نجد إن السهول
بتضيق بسبب الاقتراب الجبال والهضاب، وتتسع عند مصبات الأنهار زي كده مصبات نهر النيل الذي يصب في البحر المتوسط، وده هناخده بتفاصيل في سهول الفيضية. نجد السهول الفيضية في أفريقيا تتميز جميعها بجودتها العالية وخصوبة تربتها وصلاحيتها للإيه؟ للزراعة. واتفقنا إن هي دي أصلا ميزة السهول الفيضية في أي قارة من القارات، إن هي صالحة للزراعة، وبالتالي من هنا بدأت تكون مركز لقيام العديد من الحضارات في العالم، ونشأت عليها أعظم حضارة في مصر وهي الحضارة المصرية، واللي كان ليها تأثير على مجالات الحياة المختلفة والدول المجاورة. إيه أهم السهول؟ طبعا أهم السهول الفيضية، أول سهل هتذكره في أفريقيا هو سهول نهر النيل، ودي بتمتد في مصر والسودان، وأيضا تتميز بصلاحيتها للزراعة، وبالتالي نجد إن الإنسان المصري القديم تركز حول مجرى الأنهار وقامت الحضارة المصرية. طب نهر النيل ده بيصب فين؟ يصب في البحر المتوسط. عندنا سهول نهر الكونغو، ودي بتقع في غرب القارة وبتصب في المحيط الأطلنطي. سهول نهر النيجر، ودي أيضا بتقع في الغرب وتصب في خليج. هنقول سؤال نربط السهول الفيضية ديت والتضاريس بتاع أفريقيا قبل ما نخش على السهول الصحراوية، ونربطه بالموقع الفلكي والجغرافي. بيقول أكمل عند التقاء خط جرينيتش مع دائرة الاستواء في قارة أفريقيا. أنا بتكلم على إيه؟ خط جرينيتش بيلتقي مع دائرة الاستواء في قارة إيه؟ أفريقيا. توجد ظاهرة جغرافية أو توجد ظاهرة تضاريسية هي نقط. إيه الظاهرة اللي بتظهر في قارة أفريقيا لما يلتقي خط جرينيتش مع خط استواء؟ نجد طبعا، أحاول كده ناخد إجابة على السؤال ده قبل ما أقول الإجابة، ونشوف الناس هتقدر تجاوب على هذا السؤال ولا لأ. يلا يا شباب، ما هي الظاهرة التي تظهر عند التقاء خط الاستواء مع خط جرينيتش في قارة أفريقيا؟ طبعا بالنظر لخريطة أفريقيا ومرور خط جرينيتش في غرب القارة، نجد إن الظاهرة اللي هتظهر مع مرور خط جرينيتش في أفريقيا هي ظاهرة نهر النيجر، وهي سهول فيضية ومعاها خليج غينيا في غرب القارة تقاطع، فبالتالي بتظهر ظاهرة نهر النيجر. ومن هنا بنكون لابد زي ما احنا قلنا نكون دارسين أو عارفين النتائج اللي بتترتب على المواقع الفلكية والجغرافي لأي قارة من قارات العالم. طب إيه هي السهول الصحراوية؟ نجد إن أفريقيا بتتمتع بوجود سهول صحراوية كبيرة، وده طبعا بسبب المظهر الهضبي اللي بيسود القارة، وهي سهول متسعة مثل سهل كالونشو في ليبيا، وهذا السهل بيمتد في غرب مصر ويعرف ببحر الرمال العظيم ويقع بين مصر وليبيا. وفي جنوب القارة هو سهول صحراء كاليهاري في جنوب القارة. طبعا واحنا بنتكلم على الهضاب، قلنا ان الهضاب يقطعها، او اسف، قلنا ان هضبة البحيرات الاستوائية وهضبة اثيوبيا بيمشي فيهم او بيخرج منهم او ينبع منهما نهر النيل. وكلمنا على حوض النهر. ايه هو حوض النهر؟ حوض النهر عبارة عن الارض التي يجري بها
أو فيها النهر أو أحد روافده أو تنحدر مياهه إليه. ده تعريف حوض النهر. بكده اتكلمنا عن تضاريس قارة أفريقيا، ننتقل لتضاريس قارة أوروبا. تضاريس قارة أوروبا، في قارة أوروبا مميزة شوية، إن إحنا طبعا قلنا دي سادس قارة من حيث المساحة وصغيرة المساحة يعني، فهنجد إن التضاريس فيها بتمتد بشكل عام، خاصة الجبال من الغرب إلى الشرق وفي وسط أوروبا، وتعرف كل جبال من الغرب إلى الشرق باسم سلسلة جبال الألب، ولكن هذه جبال الألب نجد أنها تأخذ أسماء مختلفة في بعض المناطق، مثل في أسبانيا يطلق عليها اسم جبال البرانس، وفي شبه جزيرة البلقان في قارة أوروبا بيطلق عليها اسم جبال الألب الدينارية. طيب فين جبال البرانس أو فين أسبانيا على الخريطة؟ آدي منطقة جبال أسبانيا طبعا، اللي هي احنا عارفينها طبعا بسبب اقتراب أفريقيا مع قارة أوروبا عند مضيق جبل طارق. وتعرف هذه الجبال في أفريقيا في أوروبا باسم جبال برانس في أسبانيا، وفي شبه جزيرة البلقان بيسموها جبال الألب الدينارية. وهذه الجبال جميعها في أوروبا هي عبارة عن سلسلة واحدة تعرف باسم جبال الألب، لكن في أسبانيا والبلقان بيها اسمين، البرانس والألب الديناري. تتميز الجبال في أوروبا بشكل عام بارتفاعها وتغطية قمتها بالجليد، وخاصة في فصل الشتاء، إلى جانب إنها أيضا تقطعها أودية تجري بها الأنهار مثل نهر الراين ونهر الدانوب. من هنا ده بيميز جبال قارة أوروبا عن قارات العالم الآخر أو القارتين آسيا وأفريقيا. طب بالنسبة للهضاب، عندنا الهضاب تمتد في وسط القارة من الشرق إلى الغرب، عكس الجبال، الجبال من الغرب للشرق، الهضاب العكس من الشرق إلى الغرب، وأيضا بتتميز بأنها تقطعها الأنهار وأودية نهرية وتجري وتجاورها الإيه؟ الجبال. طب نجد إن أهم الهضاب هضبة برضه في أسبانيا وتعرف باسم هضبة الميزيتا، سواء مقسمة شمال وجنوب أو على بعضها تسمى هضبة الميزيتا في أسبانيا. وفي فرنسا وتعرف باسم فرنسا الوسطى، ويقطع نهر السين، مش الصين، السين بقى نهر الإيه؟ السين. وطبعا من هنا بتتميز هذه الهضاب. السهول الساحلية، نرجع للدرس الأولاني وقلنا إن قارة أوروبا زي ما شايف في الخريطة بتتميز بتعرج السواحل، وده ساعد على نشأة المواني الطبيعية، ونجد إن السهول الساحلية متسعة وتمتد من المحيط الأطلنطي، تمتد في على جانبي على جوانب المحيط الأطلنطي، البحر البلطي وبحر الشمال في الغرب، وفي والشمال الغربي نجد أيضا المحيط الأطلنطي وغيرها من الأماكن، وعلى جنوبا على البحر المتوسط. يعني عندي في الشمال الغربي وأيضا ده المحيط الأطلنطي، بحر الشمال، البحر البلطي، ودي كلها سهول متسعة. طب ليه متسعة؟ بسبب زي ما احنا شايفين إن في الغرب أصلا الجبال بعيدة، بتقع نوعا ما إلى الجنوب، وبالتالي بتتميز بحر البلطي او بحر الشمال او المحيط الاطلنطي والسواحل عليه بانها سهول متسعه، وايضا على البحر المتوسط جنوبا. ومن هنا تتميز مما ساعد ايضا هذا التعرج على وهذه السواحل على وجود المواني الطبيعيه. اما السهول الفيضيه فبتمتد من المحيط الاطلنطي غربا حتى جبال الاورال شرقا، وتعرف باسم واحد وهو السهل الأوروبي العظيم، وده بيتكون معظمه من رواسب دينية توجد به أهم المدن الأوروبية الرئيسية في قارة أوروبا مثل باريس وبرلين. وتتميز أراضي السهل الأوروبي العظيم بخصوبة التربة وصلاحياتها للزراعة حيث كونتها الأنهار. طب إيه أهم الأنهار؟
أولا نهر الفوليجا، وده أطول أنهار القارة وبيصب في بحر قزوين. ونهر الفوليجا ده بيسمى بالنهر القاري، لأنه طبعا بيمتد في أراضي قارة أوروبا وبيصب في قارة تانية في بحر قزوين وهو تابع لقارة آسيا. نهر الراين ويصب في بحر الشمال، نهر الدانوب ويصب في البحر الأسود. وبكده احنا اتكلمنا النهاردة عن تضاريس العالم القديم، آسيا، أفريقيا، أوروبا. ننتقل للتدريبات. السؤال الأول، اختر الإجابة الصحيحة من بين الأقواس. واحد، من الجبال التي تمتد في دولتين في آسيا، جبال أطلس اليابان، طروز زاجروس. اثنين، اختر الإجابة، تقع بين هضبتي الدكن وهضبة التبت، جبال الهيمالايا اليابان، تروس زاجروس. ثلاثة، اختر، يصب نهر الفوليجا في بحر الشمال الأسود، قزوين البلطي. أربعة، يخترق نهر الأورنج صحراء كالهاري، تبستي، الأحجار، الصحراء الكبرى أو. خمسة، من الأنهار التي تجري عبر قارتين الدانوب، الراين، السين الفوليجا. نبدأ ناخد نتلقى الإجابات وبعد كده نطرح الإجابات الصحيحة. برافو بسملة وياسر، محمد شريف، إجابة صحيحة. كان في حد بيقول هل مطلوب نحفظ موقع نهر السنغال ويصب فين؟ لا، مش مطلوب مننا نحفظ نهر السنغال، المطلوب الحاجات اللي احنا اتفقنا عليها. احنا في تفاصيل كتير في الخريطة بس احنا بناخد بعض من هذه الظواهر. معاذ، إجابة صحيحة يا معاذ وأحمد عصام. و نجد ان اول اجابة معانا، من الجبال التي تمتد في دولتين في اسيا، طبعا قلنا جبال زاجروس، جبال اطلس دي تبع افريقيا، جبال اليابان بتقع في الشرق، جبال تروس قلنا بتمتد في تركيا، اما زاجروس فبتمتد في دولتين العراق وإيران. تقع بين هضبات الدكن والتبت، جبال الهيمالايا قلنا محصورة ما بين الهضاب، لأن هضاب قارة آسيا قلنا بتظهر في شكل متشابك وبتكون ملاصقة في للجبال بشكل كبير. يصب نهر الفوليجا، قلنا نهر الفوليجا هو أطول أنهار أوروبا وبيصب في البحر قزوين، وقلنا عليه أيضا، مش هكمل علشان في إجابة تانية. يخترق نهر الأورنج صحراء، قلنا ده تابع للجنوب وهو تابع لصحراء كالهاري، وبالتالي أيضا يوجد في جنوب قارة أفريقيا. طبعا من الأنهار التي تجري عبر قارتين، قلنا نهر الفوليجا. ليه بيجري عبر قارتين؟ لأن هو بيمتد في أوروبا وبالتالي يصب في بحر قزوين في قارة آسيا، فبالتالي بنعتبره إنه بيمتد في قارتي. السؤال التالي، بما تفسر أهمية هضاب شرق ووسط أفريقيا بالنسبة لمصر؟ ليه هضاب الشرق والوسط في أفريقيا بتمثل أهمية لمصر؟ اتنين، إنشاء المواني بالسهول الساحلية في قارة أوروبا. تلاتة، بما تفسر فقدان أنهار أوب ويانسي ولينا أهميتها الاقتصادية؟ ناخد الشباب الحلو اللي معانا الإجابات الجميلة بتاعتهم. طبعا نور برضو كانت اجابته صحيحة، ودنيا، توني، أسامة، يلا شباب عايزين اسئلة بما تفسر بقى بسرعة شوية. وبس
بما تفسر أهمية سهول أو أهمية ضاب شرق ووسط أفريقيا؟ رافو تنبع منهما روافد نهر النيل. يبقى ليه هضبة شرق ووسط أفريقيا مهمين لمصر؟ لأن قلنا بينبع منهما روافد نهر النيل. 2، إنشاء الموانئ بالسهول الساحلية في أوروبا، قلنا ده بسبب كثرة تعرج السواحل والجزر، وده بيساعد على نشأة الموانئ. أما عن فقدان أنهار أوب ويانسي ولينا أهميتها الاقتصادية، فيرجع ذلك لأنها تتعرض للتجمد في فصل الشتاء. أمامك خريطة لقارة أوروبا، اكتب مدلول الأرقام الموضحة على الخريطة. طالب مني بعض البيانات على الخريطة. أولا المحيط، رقم 1 ده بيشير إلى المحيط الأطلنطي. 2، لو بصينا على 2 طالب مني البحر، ورقم 2 هنا بيشير للبحر الأسود. 3، يشير إلى بحر الشمال. 4، جبال البرانس. وخلي بالكو لو في الخريطة نلاحظ موضوع الأسهم اللي بيشير بيها للأماكن، يعني شوفوا احنا كاتبين رقم 4 في حتة وعاملين سهم، السهم ده هو اللي بيخليك تجاوب إجابة خاطئة، لأنك أنت ممكن تبص على الرقم ده مش مكان جبل، لكن هو عامل لك سهم بيشير إلى اتجاه الإيه؟ جبل البرانس. 5، وهي جبال الألب الدينارية. 6، هضبة الميزيتا. 7، هضبة فرنسا الوسطى. 8، وده السهل الأوروبي العظيم. 9، يشير إلى نهر الفوليجا. 10، نهر الراين، نهر السين. 11، نهر الراين. شكرا على حسن المشاهدة، ما تنسوش اللايك والشير وتعملوا اشتراك وتفعلوا زر الجرس علشان يوصلكوا كل جديد، وهسيب لكم لينك المذكرة في الوصف تحت الفيديو.